يشكو القطاع الرياضي في محافظة نينوى من الإهمال والتهميش الحكومي، فعلاوة على تلكؤ إعمار المنشآت الرياضية التي تعرضت للدمار والخراب إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فإن غياب التخصيصات المالية أيضاً ألقت بظلالها على الواقع الرياضي في المحافظة. 18 منشأة رياضية وترفيهية تعرضت للضرر وأصبحت تجهيزاتها خارج الخدمة، وأغلبها لم تطلها بعد يد الإعمار رغم مناشدات الرياضيين بضرورة إعادة إعمارها، إلا أن مطالبهم قوبلت باللامبالاة. المسؤولون في الحكومتين المحلية والمركزية تخلوا بشكل واضح عن دورهم في دعم القطاع الرياضي في المحافظة، وباتت الأندية تعاني من ضائقة مالية كبرى أدت إلى تجميد بعض الفرق والألعاب الرياضية، كما وقفت عائقا أمام الأندية في تسيير أمورها والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية. الرياضيون في مدينة الموصل اشتكوا من غياب الدعم المادي وطالبوا بضرورة الاهتمام بالقطاع الرياضي في المحافظة وتطويره. موضوع دعم الأندية الرياضية في محافظة نينوى، لا يوجد أي دعم مالي للأندية، لأنه الحكومة المحلية لم تنظر إلى الجانب الرياضي بالشكل المطلوب، فعليها أنه تراعي الأندية الرياضية اللي طلعت من الحرب مدمرة أبنيتها، فتحتاج إلى دعم مادي لغرض النهوض بالرياضة الموصلية، فالمال أو الدعم المادي ضروري جدا لأي عمل أو أي نشاط سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو رياضي. تصورك لماذا هنالك إهمال للرياضة في نينوى؟ والله الإهمال موجود، فيا ترى أنه اللي عيديرون الإدارة المحلية ما لهم اهتمام الظاهر بالرياضة وما يأخذوها بنظر الاعتبار، ولهذا لا يكون هناك دعم لهذه الأندية بشكل عام. حتى احنا نقدر نحصل على نتيجة رياضية جيدة. طبعا انت اللاعب من تجيبه يحتاج الى مصاريف اعداد باي لعبة كانت، وخاصة اذا لعبت كرة القدم او اليد، يعني مكلفة جدا للنادي، فما يقدر يشارك اكثر من لعبة. يعني خذ مثال نادينا، شارك على مستوى الدوري الممتاز بلعبة كرة اليد فقط، مع العلم كنا أيضا مشاركين بالدوري الممتاز لكرة السلة، لم نستطع التواصل أو المشاركة لعدم وجود المال اللازم لإدامة أو المشاركة في هذا الدوري لكرة السلة لقطر العراق. رياضي ما إذا ماكو ملعب وماكو أموال يعني للنقل للفريق ما يجي، ولهذا تشعل الرياضة بالموصل ما هم الأحل. بس ما شاء الله يعني نحن نادينا، والله نحن عن نعمل فرق، نادي الفتوة عن عملنا فريق لليد، فريق للأثقال، فريق للقدم، الحمد لله جبنا بالمحافظة أول باليد. قاعة أمجد نوري، إيه تعتقد شو وقت تتعمر؟ ليش ما تعمرت لحد الآن؟ والله كل ما يجي مسؤول نعمره ونعمره وكل شيء ماكو، ولي حد الآن مهملة، ملعب الإدارة المحلية مهمل، قاعاتنا نحن سعدنا قاعتين اثنين مدمرين، بس الهيئة الإدارية والله ورئيس النادي عي ساهمون، بس يريدون يعمرون النادي على مود يجي الشباب، يعني ما يطلع شيخانة قاعدين، بالعكس يفيد المحافظة، يصير لاعب دولي، يصير لاعب يعني رمز، يصير من رموز الموصل. شلون تدعم الحكومة المركزية رياضة في نينوى؟ تدعم الأندية، والأندية يدعمون اللواعب حتى يجي اللاعب على النادي، بس من يعملون مشاركات رياضية يعني يبنون ملاعب بالنادي حتى يجي اللاعب على النادي، إلا ما عشان يدعمه، إذا هو ما أكو نادي ما يجي اللاعب، وين يجي على تمام لولا بالشارع ما صير يجيبه تقوله تعال لعبك، وين يلعب غير بنادي، يجي نادي الموصل، نادي الفتوة، يعني أندية حتى يدعمون النادي.